لا تشتهر حمص بأنها مدينة الفكاهة والجمال فقط، بل إن المختصين في تحضير الحلويات اشتهروا منذ عشرات السنين بمهارة تصنيع أنواع من الحلويات والتي تتميز بها عن غيرها من المدن السورية ولا يحضر إلا في محلتها. ولعل الخبزية أو القرمشلية بلونيها الزهري والأبيض هي سيدة الحلاوة الحمصية. هلا الحلاوة الخبزية مصنعة من أفضل أنواع الطحين. هلا هون عندك مرحلة العجن وإضافة الملونات الصحية المسموح فيها. هلا هون عندك طريقة الخبز على النار. هلا بعدها بتطلع من عنا على المرحلة الثانية، هي عم تنزل من عند مقلوب الخبز برقائق طويلة ثم يتم نشرها على حبال مخصصة لإله. تأخذ مدة تنشيف طبيعية، أحيانا بيستخدم يوم يومين لحتى تنشف. هلا هون عندنا مرحلة قلي الخبز اللي طلع من عنا. هلا هون عندنا المادة البيضاء اللي هي عبارة عن طحين فقط لا غير، وعندنا هون اللون الأحمر اللي شفناه هلا تحت كمان بيتم قليه. عندنا هون مرحلة التقطير اللي هي بنطفي القطر بعد السكر ما بنغلى. عندنا القطر للأحمر للأبيض، بياض بنضيف له بعض المواد الإضافية المنكهات والناطفة إلى آخره. الأحمر لا ما بده، اللي بيتم وضع بصدورة خاصة فيه. عندنا هون تعبئة الحلاوي بالعدة أشكال التعبئة، ممكن وزن نص كيلو، ممكن أن تكون علب، ممكن أن تكون وزن كيلو حسب الطلب. هون تم تبريدها تعبى بها الطريقة هاي، تعبى ثلاث أقسام أحمر أبيض أحمر، هيك مستعدين اللي أن تعبى ثلاث أشكال، لذلك تم سميتها في ناس تسميها حلاوي حمراء وبيضاء. أما السمسمية فهي كما يوحي اسمها مصنوعة من السمسم والناطف مجتمعين، والتي تبسط على طاولة كبيرة من ثم تقطع إلى شرائح، وعبر آلة معينة تقطع إلى أقلام رقيقة من ثم تترك لتبرد. ولا يقتصر تناول هذه الحلوى في يوم عيدها بشهر نيسان، بل يكثر الطلب عليها في فصل الشتاء لأنها ذات قيمة غذائية عالية وتمنح الجسم الطاقة والدفء.